NIS, l'école française. أولادي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي، أهلا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا النهاردة بعنوان الفراشة والنحل. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الكون الواسع عشان الناس تعيش فيه، وخلق لنا كمان كل حاجة ممكن تفيد. خلق لنا الفراشات، خلق لنا النحل. تتميز الفراشات بالنشاط بتاعها وإنها بتتحرك على طول بين الأزهار، ألوانها الجميلة جدا، أشكالها الرائعة، سبحان الله. خلق لنا كمان ربنا النحل المفيد اللي بيدينا العسل. بما اننا هنتكلم عن النحل يبقى هنتكلم عن النظام، عن التعاون، عن النشاط. هنلاقي في مملكة النحل متقسمة المملكة لشغالات وملكة والذكور، كلهم متعاونين جدا مع بعض، كل واحد فيهم ليه وظيفته اللي بيأديها على أكمل وجه عشان ينجح العمل بتاعهم، وهو إنتاج العسل اللذيذ لينا. أما عن النظام، كل الخلية منظمة جدا بمجموعة الناس اللي بتشتغل فيها. النشاط، كل يوم بنلاقي النحلة بتخرج بتتحرك بين الأزهار، ما بتكسلش ما بتتعبش، لأن دي وظيفتها اللي لازم تأديها. كل ده عشان تمتص الرحيق عشان تنتج لنا العسل اللذيذ المفيد لينا. احنا كمان لازم نتعلم من النحلة التعاون، لازم نتعاون مع أصحابنا، نتعاون مع مامتنا، نتعاون مع بابانا، أي حد نلاقيه محتاج لحاجة نحاول نساعده ونتعاون معاه. نتعلم النظام، ننظم وقتنا، ننظم مذاكرتنا عشان وقتنا ما يضيعش ونبقى من الناس المتفوقين. نتعلم النشاط، إن احنا ما نكسلش ونشتغل ونذاكر عشان نبقى متفوقين، وما نأجلش أبدا شغل النهاردة أو مذاكرة النهاردة ليوم تاني. تعالوا كده مع بعض نبدأ الدرس. الفراشة والنحلة. قبل ما نعرف الفراشة وقبل ما نعرف النحلة، ودرس النهاردة بيتكلم على ايه بالظبط عن الفراشة والنحلة، تعالوا نعرف كده بعض الظواهر اللغوية في عنوان درس النهاردة. الفراشة، أول حاجة مادام شفنا الألف واللام يبقى لازم نحدد نوعهم. هندور على أول حرف بعد الألف واللام، عندنا هنا حرف الف، هندور عليه في جملة ابغي حجك وخف عقيمة. لقينا حرف الف موجود، يبقى الفراشة فيها لام قمرية. طيب عندي ألف في وسط الكلام ما عليهاش همزة، الحرف اللي قبليها عليه فتحة، يبقى الفراشة فيها ايه كمان؟ مد بالألف وتاء مربوطة. يبقى كلمة الفراشة فيها لام قمرية، مد بالألف وتاء مربوش وتاء مربوطة. جمع كلمة فراشة فراشات. والنحلة، هنشوف مدام في ألف ولام هنشوف أول حرف بعد الألف واللام حرف النون، هندور عليه في جملة ابغي حجك وخف عقيمة. لا، لقينا الحرف غايب مش موجود في الجملة، يبقى دي لام ايه؟ لام شمسية وتاء مربوطة. وجمع كلمة نحلة نحل. جمع كلمة نحلة نحل. تعالوا نبدأ مع بعض كده درس النهاردة. تتنقل الفراشة فوق الزرع وبين الشجر، جناح الفراشة جميل ورقيق، ألوانه كثيرة أحمر أصفر أزرق، وهذه نحلة تطير بين الأزهار. هو هنا بيفهمني إن الفراشة بتنتقل، يعني بتتحرك على طول فوق الزرع، فوق النباتات، أي حاجة بنزرعها في الأرض بنسميها زرع. وبين الشجر، جناح الفراشة بيوصف لي الفراشة شكلها إيه؟ طبعا كلنا بنشوف شكل الفراشة جميل جدا وألوانها حلوة قوي. جناح الفراشة جميل رقيق جدا، ألوانه كتير قوي، سبحان الله. من ضمن الألوان اللي موجودة في جناح الفراشة الأحمر والأصفر والأزرق. وهذه نحلة تطير بين الأزهار، حتى النحلة كمان بتطير بين الأزهار. تعالوا نتعرف كده على بعض المفردات والظواهر الموجودة في الفقرة دي قبل ما ناخد بقية الدرس. تنتقل يعني تتحرك، وتنتقل دي فعل مضارع. اتفقنا ان الافعال ثلاث انواع، ماضي ومضارع وامر. الماضي فعل اللي احنا عملناه وانتهينا منه خلاص، المضارع احنا لسه مستمرين فيه وما انتهش، الامر
اي حاجه بطلبها منك او اي حد بيطلبها منك ده فعل امر. تنتقل الفراشه، قلنا قبل كده ان الفراشه فيها لام قمريه ومد بالالف وتاء مربوطه، وجمع كلمه الفراشه الفراشات. فوق مضاد كلمه فوق تحت. الزرع قلنا النباتات المزروعه كلها او النباتات كلها بنقول عليها زرع، جمع كلمه الزرع الزروع. طب عايزين نعرف كده كلمه الزرع لام شمسيه ولا لام قمريه؟ هي هندور على حرف ايه؟ تمام، اول حرف بعد الالف واللام هندور عليه في نفس الجمله بتاعتنا، ابغي حجك وخاف عقيمه، ما لقيناهوش، تبقى دي لام شمسيه. وبين الشجر، الشجر مفردها الشجره، الشجر مفردها الشجره. طيب عايزين نعرف الشجر لام شمسيه ولا لام قمريه؟ ها ندور عليها في نفس الجمله بتاعتنا، الشين موجوده في ابغي حجك وخاف عقيمه؟ لا مش موجوده، تبقى لام شمسيه. جناح الفراشه، جناح جمعها اجنحه، جناح جمعها اجنحه. الفراشه ماله جناح الفراشه؟ جناح الفراشه جميل ورقيق. طيب لما حد يقول لي صف جناح الفراشه هقول له ايه؟ جناح الفراشه جميل ورقيق. جميل مضادها قبيح، ورقيق مضادها صلب. جميل مضادها قبيح، ورقيق مضادها صلب. عندي هنا تنوين بالضم عند كلمة جميل ورقيق. ألوانه كثيرة، ألوان مفردها لون، ألوان مفردها لون. وكثيرة فيها مد بالياء وتاء مربوطة والمضاد قليلة. طيب ايه هي الوان جناح الفراشه؟ احمر واصفر وازرق. ايه هي الوان جناح الفراشه؟ احمر واصفر وازرق. هذه مين فاكر هذه دي ايه؟ ها هذه اسم اشاره. طب اسم اشاره لمين؟ اسم اشاره للمفرد المؤنث، واسم اشاره لايه كمان؟ لجمع غير العاقل. هذه اسم اشاره للمفرد المؤنث وجمع غير العاقل. وهذه نحلة، عندنا هنا تنوين بالضم. تطير، تطير دي ايه؟ ها فعل مضارع، هي لسه ما خلصتش طيران، هي لسه بتطير. بين الأزهار، الأزهار دي ايه؟ اسم. الأزهار دي اسم. وايه كمان فيها؟ ايه كمان كلمة الأزهار؟ لام قمرية. وفيها ايه كمان؟ مد بالالف. يبقى الازهار فيها لام قمريه ومد بالالف، والمفرد الزهره، المفرد الزهره. ما دام قال لي الازهار يبقى الزهره، قال لي ازهار تبقى زهره. تعالوا نكمل مع بعض كده. النحلة تمتص الرحيق وتعطي العسل، عسل النحل غذاء وشفاء، لون النحل مثل الذهب، الفراشة جميلة والنحلة مفيدة. النحلة، النحلة دي ايه؟ فاكرين لما قلنا الاسم اي حاجة فيها الف ولام بتبقى اسم، يبقى النحلة دي اسم. طيب لام شمسية ولا لام قمرية؟ هنحط دايرة حوالين أول حرف بعد الألف واللام اللي هو النون، ندور عليه في الجملة اللي احنا حفظناها، ابغي حجك وخاف عقيمة. لقينا حرف النون موجود؟ لا حرف النون مش موجود، يبقى دي لام شمسية. وقلنا النحلة مفرد جمعها النحل. تمتص، تمتص دي ايه؟ فعل، فعل نوع ايه؟ مضارع. الرحيق، قلنا الرحيق ده سائل بتفرزه الأزهار عشان تجذب الحشرات إليها، فالنحلة بتروح تمص الرحيق دوت. الرحيق فيها لام إيه؟ ندور برضو جوه الجملة بتاعتنا، ابغي حجة وخاف عقيمة، ما لقيناش حرف الر، تبقى دي لام شمسية. النحلة بتروح تمص الرحيق ده من الأزهار، وفي الآخر بتدينا العسل اللذيذ اللي هو العسل الأبيض اللي احنا بنتغذى عليه. تعطي برضو فعل مضارع
وفيها ايه كمان؟ ومد بالياء. العسل، العسل اسم ماشي، لام شمسية ولا لام قمرية؟ ندور على حرف العين جوه الجملة بتاعتنا، هنلاقي العين موجودة تبقى دي لام قمرية. عسل النحل غذاء وشفاء، عسل النحل اللي احنا بنتغذى عليه دوت مغذي جدا لجسمنا، وفي نفس الوقت بيشفينا من بعض الأمراض. شفاء فيها مد بالألف، ومضاد كلمة شفاء مرض، مضاد كلمة شفاء مرض، وغذاء وشفاء فيها تنوين بالضم. لون النحل مثل الذهب، لون النحل مثل الذهب، لون جمعها ألوان، لو قال لي اللون تبقى الألوان. النحل لام شمسية والمفرد نحلة، مثل يعني شبه، مثل يعني شبه. الذهب، الذهب فيها ايه؟ لام شمسية. الفراشة جميلة والنحلة مفيدة، الفراشة جميلة جدا طبعا، جناحها رقيق، ألوانه كتيرة سبحان الله، الأحمر والأزرق والأصفر. والنحلة مفيدة، ليه النحلة مفيدة؟ لأنها بتدينا العسل اللذيذ اللي احنا بنستخدمه كغذاء وشفاء. مفيدة مضادها ضارة ومرادفها نافع، مفيدة مضادها ضارة ومرادفها نافع. تعالوا كده نتعرف على بعض المفردات اللي موجودة في الدرس. أول حاجة الكلمة والمرادف. غذاء، معنى كلمة غذاء طعام وشراب، معنى كلمة غذاء طعام وشراب. تطير، تتحرك مرتفع، بنشوف دايما الفراشة أو العصفورة بتطير، بتبقى موجودة في الأرض وتبتدي ترتفع 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 لحد ما بنقول خلاص دي بتطير فوق في السماء، يبقى تطير يعني تتحرك مرتفع. مفيدة يعني نافعة، مفيدة يعني نافعة، مثل شبه الزرع النبات. المفرد والجمع، الزرع الزروع، نحلة نحل، فراشة فراش وفراشات، الاثنين صح، فراشة جمعها فراش وفراشات، الاثنين صح. جميل جمعها جملاء، جميل جمعها جملاء. لون ألوان. تعطي تأخذ، شفاء مرض، مفيدة ضارة، جميل قبيح، رقيق صلب. بعد ما قرينا الدرس وعرفنا بعض المرادفات والظواهر اللي فيه، تعالوا كده نجاوب على بعض الأسئلة مع بعض. أين تنتقل الفراشة؟ الفراشة بتتنقل فين؟ بتتحرك فين؟ قلنا أول حاجة هنخبي أداة الاستفهام أين اللي بتسأل عن المكان، وهنخبي علامة الاستفهام ونجاوب عشان تكون إجابتنا كاملة. يبقى تنتقل الفراشة فوق الزرع وبين الشجر، تنتقل الفراشة فوق الزرع وبين الشجر. صف جناح الفراشة، صف يعني أوصف، أوصف جناح الفراشة. جناح الفراشة جميل ورقيق، ألوانه كثيرة، زي إيه الألوان بتاعته؟ الأحمر والأصفر والأزرق. فلما حد يقول لي صف جناح الفراشة معناها أوصف لي جناح الفراشة، يبقى هنقول له جناح الفراشة جميل ورقيق، ألوانه كثيرة، أحمر أصفر أزرق. ماذا تفعل النحلة؟ النحلة بتعمل إيه؟ تمتص النحلة الرحيق اللي هو المادة أو السائل اللي بتفرزه الزهرة، النحلة بتروح تمتصه وتعطي العسل. عسل النحل شفاء وغذاء، محدش ينسى إنه عسل النحل غذاء وشفاء أو شفاء وغذاء. تتنقل الفراشة فوق الزرع وبين الشجر، جناح الفراشة جميل ورقيق، ألوانه كثيرة، أحمر أصفر أزرق. وهذه نحلة تطير بين الأزهار، اقرأ ثم استخرج من القطعة. ما دام قال لي استخرج من القطعة، يبقى لازم أجيب من الفقرة اللي قدامي، من القطعة اللي قدامي، ما أجيبش حاجة من دماغي، لأنه حتى لو جبت إجابة صح بس مش من القطعة هتبقى غلط. عايزين اسم،
وعايزين فعل وعايزين حرف. طيب عايزين اسم، هندور على ايه في الاسم؟ افتكر كده مع بعض، اسم انسان، حيوان، نبات، بلاد، جماد، صفات، الوان، اي كلمه فيها الف ولام، اي ضمير من الضمائر بيعتبر من الاسماء. تعالوا ندور كده على اسم. الفراشه فيها الف ولام، الزرع، الشجر، في اسماء كتير جدا، هنختار منهم اسم اللي هو الفراشه. عايزين فعل، فعل يعني حاجه بنعملها، ماضي او مضارع او امر، هو ما حددليش النوع. تتنقل فعل، طب نوعه ايه؟ مضارع، لان هي لسه ما انتهتش من التنقل بتاعها. تتنقل. حرف، حرف، حرف الواو حرف، بس الواو حرف بس، ما ينفعش احطه مع حروف الجر، لان حروف الجر من، في، الى، على، عن، الباء، الكاف، اللام. يبقى لما يقول لي حرف ينفع احط الواو، لكن لو قال لي حرف جر ما ينفعش احط الواو خالص. اسم اشاره، ايه هي اسماء الاشاره؟ هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، في حاجه منهم هنا؟ هذه. كلمه بها مد بالياء، كلمه فيها مد بالياء، جميل، كلمه بها مد بالياء، مد بالالف، الفراشه. ممكن نستخدم الكلمه اكتر من مره، احنا استخدمنا الفراشه في كلمه، في اسم، واستخدمنا الفراشه في مد بالالف. كلمه جمع ومفردها، عايزين نطلع كلمه جمع ومفردها. ها، الشجر كلمه جمع مفردها ايه؟ الشجره. النحلة تمتص الرحيق وتعطي العسل، عسل النحل غذاء وشفاء، لون النحل مثل الذهب، الفراشة جميلة والنحلة مفيدة. استخرج من القطع، نفس الكلمة، من القطع، فعل مضارع، تعطي وتمتص، تعطي فعل مضارع. طب عايزين نحوله لفعل ماضي، يعني حاجة خلصناها، تعطي هي لسه مستمرة في العطاء، طب الفعل الماضي بتاع تعطي ايه؟ أعطت، خلاص أعطت وخلصت، الفعل انتهينا منه. طب تمتص هيبقى الماضي بتاعها ايه؟ امتصت، خلصت خلاص. حرف، حرف هندور على حرف، فين الحروف اللي عندنا هنا؟ عندنا الواو من الحروف. كلمة بها حرف مشدد، طيب القطعة اللي عندنا هنا فيها تشكيل، لو جات لنا قطعة ما فيهاش تشكيل هنجيب الحرف المشدد ازاي؟ هندور على أي كلمة فيها لام شمسية، وأول حرف بعد الألف واللام ده هيبقى عليه شدة، زي كلمة الذهب، لام شمسية، الذال أول حرف بعد الألف واللام هنلاقي عليه شدة، يبقى الذهب كلمة بها حرف مشدد. اسم، هنشوف اسم إنسان، نبات، حيوان، جماد، بلاد، النحلة. مضاد كلمة ضارة، عايز أشوف مضاد كلمة ضارة من القطعة هنا، مضاد ضارة إيه؟ نافعة أو مفيدة، طب عندي هنا كلمة نافعة، عندي كلمة مفيدة، تنفع ضارة مضادها مفيدة. كلمة مفردها ألوان، مفرد كلمة ألوان لون، طب لون موجودة؟ أهي. كلمة مضادها مرض، مضاد كلمة مرض إيه؟ شفاء، فين كلمة شفاء؟ عسل النحل ايه وايه؟ عسل النحل غذاء وشفاء، لون النحلة مثل الذهب، الفراشة جميلة عشان الجناح بتاعها ملون وشكله حلو،
والنحلة مفيدة، وقلنا ليه مفيدة؟ لأنها بتنتج لنا عسل النحل اللي هو احنا بنستخدمه كغذاء وشفاء. تعالوا نعرف بقى معلومة سريعة كده عن النحل. تعرفوا ان الملكة هي اهم نحلة في خلية النحل؟ وظيفة الملكة هي وضع البيض اللي بيخرج منه نحل الخلية كلها، يعني كل النحل اللي موجود في الخلية مامته هي الملكة. أتمنى إن درس النهاردة يكون واضح بالنسبة لكم، شكراً.